ده نادي سموحه وده نادي بيراميدز وده ملخص اعاده الماتش. يعني لازم نرجع له الشريط من الاول تاني. سموحه وبيراميدز في الاسبوع ال 28 على استاد اسكندريه. البدايه في الدقيقه 12 احتكاك بين مهند لاشين وطارق علاء، الحكم بيصفر ضربه جزاء لسموحه، بيدخل حسام حسن يشوط ويسجل الهدف الاول. بعد كده فضلنا هجمه هنا وهجمه هنا وريتم الماتش بيعلى لحد الدقيقه 47، عرضيه من كريم حافظ وراسيه من مييلي بيسجل بيه هدف التعادل لبيراميدز. قبل نهايه الشوط باص وحش قوي من حمدي علاء للهاني سليمان، بيجري مييلي عشان يلحق الكوره، بيحصل احتكاك بين الهاني ومييلي، الحكم يصفر فاول على سموحه وطارد للهاني سليمان. في الشوط الاول لقينا غراب داخل يتمشى جوه الملعب. ادي غراب على ارض ملعب استاد الاسكندريه. ايه الفن ده؟ الشوط الاول بيخلص وبندخل الشوط الثاني عادي جدا، وفي الدقيقه 40 فجاه لقينا عربيه مضافه داخله الملعب. بحريقة. وبنعرف ان في حريقه حصلت جوه الملعب ودخان طالع وموضوع كبير، ده كمان كشافات النور ابتدت تطفي واحد ورا الثاني. بس كهرباء ولا فعل اكيد بفعل فعل. الحكم فضل مستني حوالي 40 دقيقه وفي الاخر بينهي المباراه ومحدش عارف ايه اللي هيتم بعد كده. محدش تفرق. بعد الماتش رابطه الانديه نزلت بيان بالغاء المباراه وقالوا هنستنى نشوف تقرير حكم والمراقب. يوم 1/7 رابطة الأندية نزلت بيان جديد قالت إن الماتش هيكمل بنفس الظروف اللي وقفت عليه، والماتش هيكون تاني يوم على طول 2/7، فجهزوا نفسكم والبسوا هدومكم واطلعوا على الاستاد. قوم عشان عندنا ماتش، قوم يلا يا شباب عندنا ماتش. طبعًا بتسألني يعني إيه الكلام ده؟ برضه أنا مش فاهم حاجة يا دكتور. هقول لك، إحنا هنعمل ريستارت للماتش ونعيده من تاني من ساعة ما وقفنا. إن شاء الله هنعيده وهيبقى كويس. بس إحنا كان عندنا مشكلة، الماتش ابتدى في استاد اسكندرية بس دلوقتي بقى مشغول. طب هنعمل إيه؟ طب خلاص يا جماعه، برج العرب ما في اسكندريه برضو يعني نلعب عليه الماتش. حسين موجود، فلفل موجود، انا اصحابي كلهم رجال، ونعمل رقم قياسي جديد ونلعب ماتش واحد على ملعبين. مر والله تكون عارف. وزي ما اتفقنا كل حاجه هتفضل زي ما هي، يعني اللعيبه زي ما هم والحكم زي ما هو، حتى محللين الاستاد اللي جم الماتش قبل كده هيجوا يكملوا الماتش عادي، ده حتى معلق المباراه هيكون هو برضو. اي غلطه هتعيدوا اليوم من تاني من اول وجديد. المفروض ان اي ماتش في الدنيا بيبدا بالسنتره من نص الملعب، بس معلش احنا المرة دي وقفنا في الماتش اللي فات اللي هو نفس الماتش ده يعني، بس عند رمية التماس، يبقى لازم لما نرجع من عند رمية التماس. الشغل برضه ما فيهوش هزار. 41 دقيقة فقط وهتبدأ برمية التماس من حيث انتهت. سلمني نضيف، اسلمك نضيف. مصطفى البدري راح يمسك الكرة عشان يلعب رمية التماس وهو مش فاهم هو ده حقيقي بجد ولا احنا بنعمل ايه؟ ده بجد ولا ذكاء اصطناعي؟ بنكمل الماتش عادي، وفي الدقيقة 72 كورنر يلعبه الشيبي ورأسية من محمود مرعي اللي بيسجل بيه الهدف الأول اول في الماتش الثاني اللي هو الهدف الثاني في الماتش الاول. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. في الدقيقه 79 باص من ابراهيم عادل وسنده من مايل الفخر لقاي اللي بيشوط الكوره بوش رجله قويه قوي ويسجل الهدف الثالث لبيراميدز. في الدقيقه 91 باص من عمرو قلاوه لفادي فريد اللي بيوقف الكوره في الهواء ويفسح محمد حمدي اللي بيتزحلق ويقع ويعمل 1-2 مع حسام حسن ويشوط فادي فريد الكوره ويسجل الهدف الثاني لسموحه. ما بيحصلش اي جديد بعد كده ويصفر الحكم نهايه المباراه، وكده يبقى عندنا تعادل بيراميدز مع سموحه في استاد اسكندريه 1-1، وفوز بيراميدز على سموحه في استاد برج العرب 3-2، وكل ده في ماتش واحد اتلعب على ملعبين. سبحان الله.